السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة تحديات ومعلومات متنوعة. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله في ناس يعني كلمتني كتير، برضك مش في القناة بس برضك في برضك تعليق بس جالي في القناة، ازاي اعرف اليمام القمري اتذكر من نتاية. طبعا كان في فيديوهات قبل كده برضك كنت بوريكوا ازاي نعرف اتذكر من نتاية، بس برضك عادي برضك نجدد المعلومة. نقول عايز يعرف الدقة من نتاية ازاي، وعايز يعرف اذا كانت لو انا روحت اشتريته يبقى شغال او اعرفه شغال او مش شغال ازاي، او شاب ازاي او زغلول ازاي. طبعا قلنا الجزء الشغال طبعا بيتعرف في حاجات كتير. اول حاجة ده اللي انا ماسكه ده شباب على وش شغل، بنعرف ازاي اللي هو شباب. اول حاجه الطوق الاسود اللي خلف راسه ده ما بيبقاش تقيل قوي، يعني ايه بيبقى خفيف ومداد غير الشغال بيبقى الطوق ده اسود وجامد وواضح، ماشي. وغير كده الحاجه المعتاده المعروفه برضك عند كل الناس الريش، بنعرف السنه من ريشه. طبعا الزغلول اول ما يتولد بيبقى عليه 9 ريش، لكن طول ما هو بيوقع ريش لما يكون شاب بيقعد مثلا زي كده. حضراتكم خدوا بالكم معايا بقى من المعلومة دي، كله يركز كويس. اهي شايفين الريشة الصغيرة دي، اهي ريشة لسه ايه نبتة صغيرة اهي. طبعا في كل طير تبقى فيه الريش دي. طبعا احنا عشان الحمام واليمام والحاجات زي والعصافير حاجات زي كده بتبقى قريبة من مسكة الايد، بنشوفها ونكشف عليها بالطريقة دي. الريشة دي بقى ايه، اول ما نشوفها كده نعد من بعدها لفوق مش لتحت في جسمها، لا من فوق لاخر الريشة اللي فوق دي. هنقول 1 2 3 4، 4 ريش دول دي كده عليها 4 ريش لسه شابة. طبعا الشغال مبقاش موجود الريشة الصغيرة دي خالص. في بقى ساعات كده ما يكون شغال بيرمي رمي تاني، بس دي يعني ايه دي بعيدة شوية اللي احنا ايه نشوفها. طالما شغال خلاص، بس احنا عارفين احنا ايه دلوقتي اللي احنا عايزين نشتري ازاي. بنبص على الريشة دي، هنعد من فوق 1 2 3 4 كده ناقص 4 ريش. طبعا الريشة دي كل فترة تتنقل الريشة التانية، تقوم جاية الريشة دي واقعة تطلع اللي بعدها، الريشة الصغيرة تبقى طالعة تطول كده قد نص الريشة كده تقوم جاية واقعة وتتنقل سبحان الله الريشة اللي بعدها، لحد ما ايه اخر واحدة تبقى ايه واقعة خالص ويبقى الريش كده كله ايه اكتمل ريش حلو. دي بيبقى ايه هتشتغل كده خلاص، لكن دي دلوقتي ايه شباب دي لسه عليها ايه 4 ريش. هتلاقي برضك ايه في الجناح التاني، في الجناح التاني اهي لو الكاميرا موضحها شوية اهي. هنعد برضك من فوق 1 2 3 4، 4 ريش بقى في الجناحين يمين وشمال. طبعا ايه كده عرفنا ايه السن المعتاد. طبعا الزغلول بيبقى عليه لسه 9 ريش، ده طبعا زي ما انتوا سامعين ده صوت الدكر الكبير اللي شغال اللي كان بيزوف دلوقتي. طبعا كده احنا عرفنا اول حاجة ازاي الزغلول طبعا بيبقى عليه 9 ريش وبيبقى باين من شكله، ده كده لسه شاب. وعرفنا من الطوق، لما الطوق بيكون اسود خالص. وبرضك في اخر الفيديو هوريكم برضك ايه القص الشغال ويبقى الطوق الاسود فيه باين اوي. طبعا كده ده لسه على ايه عليه 4 ريش لسه شاب. طبعا عايزين نعرف دلوقتي الدخر من نتاية، الدخر من نتاية بتعرف ازاي اهو. في طريقتين والطريقة الاسهل واللي انا برضك ماشي بقى شوية. طبعا في اليمام القمري هو الدخر بقه قصير شوية عن النتاية بقه طويل، وطبعا دماغه تبقى ايه مستوية. ده كده اللي معايا ده دخر دماغه مستوية ومنقار قليل شوية. طبعا هو كده كده ما بيزوفش غير ما يبلغ، اما ايه يوقع ريش كله يبتدي ايه او عليه ريشين كده يبتدي ايه يزوم. وبرضك في طريقة تانية برضك في ناس كتير برضك عارفها وفي ناس كتير برضك ما تعرفهاش، اللي انا رجلي الشمال اهي. بصوا برضك ركزوا في المعلومة دي كويس اوي، دي رجلي الشمال اهي. طبعا الدكر بيبقى غير النتاية، الدكر بيبقى الضفرين اول ما تضم الصبعين دول اهو. بصوا هي سبحان الله ده الصابع ده لوحده في 3 صوابع اهو، هنعمل في 3 صوابع دول النص ملناش دعوة بيه.
نمسك السبعين دول وهن ايه هنقربهم لبعض كده. بص حضراتكم متساويين متساويين، يعني ايه مفهومش مين اللي ناقص، زي ما حضراتكم شايفينها معايا زي ما حضراتكم شايفين اهو. بص متساويين متساويين متساويين، ده بيبقى الذكر، المتساويين بيبقى الذكر. لو قليل مثلا سنه كده هينزل مثلا الصباع ده، الصباع ده لو نزل كده سنه يعني ايه هفوه كده اقل من السنتي نزل سنه، يبقى دي النتايه. وغير كده برضك بنعرفها من الشوكتين اللي ورا اذا كانت موسعه اذا كانت مضيقه، بس دي برضك ايه انا مبرجعهاش قوي عشان ساعات بيبقى الذكر لما يكون زيف اصلا بيبقى واسع. اما اجي اشوف او قلب الفرد طبعا بشوف اول حاجه اما اجي اشتري اشوف صحته، اشوف صدره اذا كان مليان او حته العظمه دي اللي باينه. لو العظمه طبعا ما تشتروش حتى لو ببلاش عشان بيبقى مشقوف، بيبقى برضك عايز كورس علاج وعايز تقويات وعايز ياكل اكل حلو. ونبص على الزرور وريشه، ريشه برضك يكون ناعم متستف كده ومظبوط، ونبص على ريشه كده ونبص على حجمه وكده. طبعا ده الذكر زي ما حضراتكم شايفين، ده الدماغ المتساوية البنقر القصير. هنبص على الرجل هنشوف برضه، هجيب لكم النتاية ونشوف برضه في القاع تقليبها عامل ازاي. ادي جبنا النتاية طبعا اللي وديناها دي الذكر طبعا، دي دول كانوا طالعين مع بعض ودي نفس السن الذكر التاني. بص حضراتكم لسه الطوق اهو لسه ما وضعش السمار قوي زي الشغل طبعا. منقارها الطويل النتاية بتميز منقارها الطويل، وزي ما حضراتكم شايفين اهو معايا منقارها الطويل دماغها فيها حتة ساقطة من هنا اهي. لو حضراتكم عندكم اي حمام طائر يمام حمام ممكن تحسوا على النتايه في مخ كده، بتلاقي الحته دي ايه زي في فخره كده في الدماغ فوق، يبقى نتايه منقارها الطويل. برضه لما تيجي تشتري تبص على ريشها متستف ازاي، على صحتها ما شاء الله كويسه، دي اهم حاجه برضه في ايه وانت تشتري حاجه ريشها برضه تكون متستف. برضه هنبص عليها كام ريشه اهي، نفس هو ذكر ادي الريشه الصغيره اهي، يمكن اكبر بالذكر شويه، دي واضحه شويه عن الذكر اهي طالعه اهي زي ما حضراتكم شايفين معايا، دي اوضح من الذكر كمان. وهنعد من فوق مش من تحت، من عند الجسم لا من فوق الريش، واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربع ريش طبعا زي الذكر. ادي الريش التاني وادي الجناح التاني، برضك الريش اهي موجوده اهي بتكبر، يا بتكبر دي كده في المنبت بتاعتها يا بتكبر لحد مثلا نص الريشه كده، طب هي واقعه ما نقول على الريشه اللي بعدها اهو. برضك عليهم اربع ريش اهو، واحد اتنين تلاته اربعه، دي الاربع ريش. وطبعا هنبص برضك للرجل، هنجيب الرجل برضك زي ما احنا شفنا الذكر، رجل الشمال ادي اهو حضراتكم معايا اهو زي ما حضراتكم واخدين بالكم. ملناش دعوه بالصباع اللي في النص، نمسك الصباع ده وهنقفلهم على بعض. بصوا حضراتكم بصوا حضراتكم اهو الفرق، طبعا حضراتكم لو شايفينه انتوا اللي هتعرفوا طبعا. اخر صباع اللحمه اهي فوق الضافر اهي قليل عن شعره اهو زي حضراتكم شايفين. عشان الكاميرا توضح زي ما حضراتكم شايفين اهو قليلة اهي، غير الذكر الذكر متساويين مع بعض، لكن دي النتاية بنحطهم كده جنب بعض اهو قليلة كده، دي النتاية. برضك لما تيجي حضراتكم تشتروا أهم حاجة الصحة، أهم حاجة الصحة والريش المتستف، ما تاخدش واحدة ولا كمشانة ولا مثلا جناحها فيه حاجة ولا رجليها فيها حاجة، لا تبص على الطوق ده لما يكون اسود وتبص على الجناح كده يعني. طبعا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه، مهما كان برضك قلنا على اي معلومه حضراتكم عايزين اي معلومه تانية اكتبوا في تعليق، وهنعيد بدل مره مرتين وثلاثه ان شاء الله بامر الله ليوصلوا كل جديد.
تنسوش اللايك 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 والشير والاشتراك في القناة. هندخل النتاية دلوقتي واوريكم بقى وز الشغال. بص حضراتكم الجوز الشغال ده بقى اهو، ده الشغال. بص حضراتكم الطوق الاسود اهو واضح زي الشمس، ده بقى الجوز الشغال. طبعا احنا عرفنا ازاي تفرق بين الزغلول والشباب والشغال بالطوق الاسود اللي خلف الرقبة، خلف الراس من ورا اهو. بص حضراتكم الطوق عامل ازاي، واضح زي الشمس. طبعا اهم حاجة الصحة، اهم حاجة الريش يكون نضيف، اهم حاجه وقفته رجلي ما تكونش فيها حاجه. عايز طبعا تمسك الفرد وتقلبه. بص ما شاء الله الريشه مش طالعه من جسمها اصلا، مش باين. ده اهم حاجه في اليمام او الحمام، لازم دي تعرف ان صحتها ما شاء الله كويسه. طبعا دول كوز بجهز لهم اهو دلوقتي، حاطط لهم الطبق اللي هما بيبيضوا فيه. طبعا لسه ما حصلش نصيب اللي هو لسه ما بيضوش، بس هو الدكر زايف كل حاجه اهو زي ما حضراتكم شايفين. طبعا اليمام طبعا زي ما احنا قلنا على اي حلقات كتير قبل كده، ان طبعا اكيد بتقعد في العيش وتجهز فيها زي ما حضراتكم شايفين. تبتدي توضب العيش وتقعد فيه اهي. طبعا ان شاء الله اول ما يبيضوا ولا في اي اختلاف فيهم هصور لكم برضه، اوريكم مراحلهم وبيضة بيضة بيضتين والطرق بتاعتهم كلهم زي ما انتوا حضراتكم شايفين. وان شاء الله لو حضراتكم في اي سؤال في اي حاجه اكتبوا لي في تعليق وهرد عليكم بامر الله. لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليوصل كل جديد. شكرا لكم وشكرا على استماعكم وشكرا على اشتراكاتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.